عن ابن المبارك أحد علماء التابعين العظام قال: ما من شيء أفضل من طلب العلم لله، وما من شيء أبغض إلى الله من طلب العلم لغير الله. أخطر ما يواجه نية النجم هو مثلث المال والشهرة والمصالح. المال والشهرة والمصالح، كم من نجم هوى بعد أن واجه محنة المفاضلة بين القيم وهذا الثلاثي ثلاثي الفتنة، المال والشهرة والمصلحة في كفة، والمال أحيانا يطغى عليها كلها.